معانا احمد كمان كابتن اسامه عرابي لاعب الاهلي السابق، هنتكلم معاه طبعا عن تتويج الاهلي بالدوري للمره السابعه على التوالي وال42 في تاريخه. وبرحب بحضرتك على شاشه قناه الاهلي. اهلا وسهلا بك يا ساره، واهلا وسهلا استاذ احمد سمير. اهلا بيك. اهلا بيك الاهلي وعشاق النادي الاهلي. اهلا بيك كابتن اسامه، كلمني على البطوله دي وايه اللي بتشوفه صعب او ايه اللي بتشوفه مميز في البطوله اللي بتحمل رقم 42 في من بطولات النادي الاهلي الدوري المصري. طبعا مبدئيا مبروك لجماهير النادي الاهلي اول حاجه، اللي هي عصب كره القدم، وبالنسبه لنا احنا جماهيرنا هي المحرك الاولاني لينا. مبروك لمجلس الاداره طبعا بقياده الكابتن محمود الخطيب، مبروك للجهاز الفني واللاعبين والاداريين وكل العمال وكل النادي، ومبروك طبعا البطوله ال 42. بطوله هي عزيزه علينا وغاليه، يمكن من كتر ما الحمد لله النادي الاهلي بيحصل على بطوله الدوري العام الناس بتبقى مستسهلاها، لانه انت الدوري العام بالذات هو البطوله الاولى في العالم كله، يعني اول بطوله في اي دوري في العالم هو الدوري العام، مش سوبر او كاس مصر او الكؤوس، يعني لانها بتبقى مباراه واحده او عدد قليل من المباريات، لكن الدوري العام هو المسابقه اللي كل الناس بتلعب في نفس الظروف مع كل الفرق في مباراتين متتاليتين لكل او مباراتين مواجهتين لكل فريق مع ضد فريق، يعني فنفس الموضوع وهي المسابقه الاولى. فالنادي الاهلي من كتر ما بياخدها الحمد لله الناس بتستسهلها وبقت طبيعيه بالنسبه لنا يعني، لكن ما فيش شك ان جهد كبير من الجهاز الفني بقياده مستر فايلر والمعاونين كابتن سيد عبد الحفيظ بكل الناس قاموا بجهد كبير، وخاصه الدور الاولاني اللي وصلنا فيه الفارق لاكثر من 15 نقطه، وده كان فارق كبير جدا صعب تعويضه الدور الثاني بالنسبه لنادي الزمالك اللي هو اقرب منافسنا يعني. يعني كنا متاكد، انا واحد من الناس كنت متاكد، ولما كنت بسال عن بطوله الدوري العام بقول من الدور الاولاني هي حسمت، يعني هو مجرد ان احنا بنلعب المباريات عشان بس البطوله تتحسم بشكل رسمي، لكن هو فعليا لما الفرق وصل ل 15 و16 نقطه كنت متاكد ما عنديش شك حتى لو الاهلي. طب انا هكلمك كابتن اسامه معلش في جزئيه كده، عشان يعني انت عارف حملات التشكيك حتى بعد حسم البطوله بشكل رسمي برضو بتبقى مستمره، وبنسمع كلام من نوع انه الاهلي ما فسر البطوله، انه فريق قوي لكن انه المنافسين هم اللي ضعاف. يعني هل بتشوف انه الاريحيه الكبيره والفوارق الكبيره جدا فين بين الاهلي وبين اقرب منافسيه؟ هل دي لانه الاهلي يغرد منفردا فعلا يعني بينافس نفسه، ولا لانه مفيش منافسه حقيقيه في الدوري المصري؟ والله بص، هو يعني النادي الاهلي مش ذنبه ان المنافسين ما يكونوش على نفس المستوى، ولا اي فريق في العالم ده ذنبه. النادي الاهلي كافح واجتهد واشتغل والناس تعبت وهو بيكسب يعني خساره واحده في حوالي 27 لقاء، عدد اهداف كبير جدا، نقاط 72، عدد اهداف كبير، عدد الاهداف اللي دخلت فيه 8 اهداف فقط في حوالي 27 مباراه، ده عدد قليل جدا. فمش ذنبنا انه المنافس او المنافسين يبقوا اقل، ما فيش شك ان الموضوع ده بيسهل البطوله لينا، ولكن ده مش 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 عدم كفاح من النادي الاهلي او عدم شغل او عدم اراده. بيجي لنا سنوات صحيح الدوري بيبقى يحسم مثلا في اخر لقاء، وياما احنا كنا لعيبه او مدربين عشنا الموضوع دوت، لكن ده مش نقص في كفاءة النادي الأهلي ولا عدم جهد منه، ده نقص بقى في كفاءة المنافس أو المنافسين وضعف أو عدم استعداد جيد منهم أو انهزامية أو أي حاجة، هم اللي أثروا مش النادي الأهلي اللي أثر. فالنادي الأهلي ليس له ذنب إنه الفوارق تبقى كبيرة جدا كده في كل حاجة، بفرق النقاط كبير جدا. ف
فرق الاهداف كبير جدا. طب كابتن اسامه كنت بتقول انك كنت متاكد انه الاهلي خلاص هيحسم الدوري من الدور الاول او من بدري، لكن توقعاتك بقى لافريقيا، وكمان كنا بنتكلم على انه الجمهور خلاص قفل صفحه الدوري تماما وكل التفكير في هدف افريقيا، شايف انه ضغط الجمهور قوي ان احنا عايزين افريقيا وان ده الهدف اللي جاي والاهم، ممكن يمثل ضغط على اللعيبه ولا هو حماس اكتر للعيبه؟ لا لا، ما بيمثلش ضغط ولا حاجه. اللي ارتدى تيشيرت النادي الاهلي واللي عمل في النادي الاهلي، انا واحد من الناس الحمد لله 17 موسم كلاعب في الفريق الاول وحوالي 5 أو 6 سنين مدرب في الاجهزه الفنيه للفريق الاول، يعني خدت خلالهم في النادي الاهلي 33 بطوله، 28 وانا بلعب وخمسه وانا النادي الاهلي، لا يعني انا يعني اسف ممكن اقول لفظ، النادي الاهلي لو بيلعب طاوله الناس عايزها يكسب، او كوتشينه، او بيلعب اي حاجه في الدنيا، النادي الاهلي جمهوره متعود على البطولات، متعود انه لما بيكسب بطوله بيقفل صفحتها وتاني يوم بيفكر في البطوله اللي بعدها. فاللي بيلعب في النادي الاهلي لازم يتحمل تيشيرت النادي الاهلي، لازم يعرف ان ده اسلوب جماهير النادي الاهلي، ده اسلوب اداره النادي الاهلي، ده اسلوب او كل الاهداف النادي الاهلي هي كده، البطولات دايما والبطولات ده على طول. احنا كنا بنكسب اي بطوله ثاني يوم على طول يقول لك احنا خلاص نفرح يوم ونفكر في البطوله اللي بعدها، فده لا يمثل ضغط على اللعيبه، اللعيبه فاهمه كده والاجهزه الفنيه فاهمه كده، حتى لو جهاز فني اجنبي ممكن يكونوا في البدايه ما بيبقوش عارفين كده ويتوقعوا انه انه ان كل العالم الانديه بتخسر وعادي وكوره، صحيح ده موجود في العالم والانديه بتخسر وكده، لكن اللي بيشتغل في النادي اكتر من سنه يبقى فاهم على طول انه الجماهير بتطالب اللعيبه على طول ببطولات دايما. فانا شايف بالعكس ده دافع للعيبه ولازم يركزوا فيها، الناس يمكن مشتاقه للبطوله عشان من 2013 ما حصلناش عليها، يعني فهي غايبه بقى لها 7 سنين يعني، فيمكن دي مخليه الناس مشتاقه للبطوله. النادي الاهلي لازم يبذل اقصى جهد، خاصه ان احنا دخلنا على الدور قبل النهائي يعني خلاص. طب تسمح لي كابتن اسامه اعرف وجهه نظرك، احنا دلوقتي خلاص حسبنا بطوله الدوري، فاضل لنا كام ماتش فيه وقدامنا شهر على المواجهه الاولى، مباراه الذهاب في المغرب امام الوداد، شايف الفتره دي افضل استغلال ليها ممكن يكون ازاي؟ يعني نبتدي نجرب، نبتدي نريح اللعيبه اللي لعبت اساسي وكان بالنسبه لها موسم طويل، ولا يفضلوا في الملعب عشان حساسيه الماتشات، نبتدي نجرب طرق لعب، ولا هي طريقه واحده اللي بنلعب بيها طول السيزون؟ وجهه نظرك الشهر ده ازاي نستغله او نستفيد بيه باحسن شكل ممكن؟ هو على فكره تاجيل البطوله شهر ممكن جدا يجي في صالحك وممكن يجي في غير صالحك، لانك انت ما بتعرفش الغيب في الفتره الجايه دي بقى ايه. ممكن جدا تبقى في صالحك ان بعض الاصابات ترجع لك، يعني واحد زي حسين الشحات يجهز ويخش مثلا، واحد زي كهربا كان بقاله كتير ما بيلعبش ابتدى يخش في ماتش في ماتشين، غير لو كنا لعبنا مثلا بعد اسبوع ولا حاجه ولا بعد 5 ايام. وبرده انت لا تعلم الغيب، انه لا قدر الله ما نتمناهاش ان حد مؤثر يبقى يصاب مثلا، شهر لا قدر الله يتصاب. فاحنا ما نعرفش اللي جاي ايه، لكن اللي المفروض احنا نشتغله والجهاز الفني اكيد ادرى مني ان هم المسؤولين دلوقتي، حاجتين انت بتمشي في خطين، انك انت بتستعد للبطوله، انك في لعيبه بذلت جهد كبير جدا والمباريات كل 3 ايام، فمش هيقدروا يلعبوا كل المباريات بصوره متتاليه عشان الاستشفاء بتاعهم وحالتهم الصحيه والبدنيه يكونوا جاهزين في ماتش الوداد، فاكيد هيلعبوا بعض المباريات، يعني الـ6 مباريات المتبقيه او الـ7 هيشاركوا في بعضها، لكن برضو ما اقدرش اشاركهم في كل المباريات، لانه لانه ضغط الـ3 ايام، كل 3 ايام هيعرض اللعيبه بالذات اللي بتلعب على طول لاصابات، ويمكن احنا شفنا مثلا عمرو السوليه في فتره كان بيلعب على طول جاله شد قبل كده، علي معلول ربيعه قريب ربيعه قبل كده ياسر، فاكيد الجهاز هيلاعبهم عشان يبقى بيجهز، ولكن برضه هيعمل راحه لبعضهم في بعض المباريات. الحاجه الثانيه هي فرصه كويسه ليك ان الناس اللي مش جاهزه قوي تجهز، تبقى فورمه زي كهربا، واحد زي محمود وحيد مثلا ما بيلعبش كتير، واحد زي الشحات يبتدي يخش، واحد زي
في ناس ما لعبتش كتير يعني بعض العناصر من الصغيرين اذا كان حد فيهم مقيد افريقيا يبتدوا ياخدوا بعض مباراه او مباراتين او ثلاثه من المباريات السته اللي جايه. فانت لازم تمشي في الخطين انك انت تريح لعيبتك الاساسيه طب المباريات وفي نفس الوقت انا عايزك عايز حضرتك انت طبعا لعيب كبير كنت نجم منتخب مصر ولعبت كاس عالم ولعبت بطولات كتيره جدا. انا عايزك تكلم يعني هي رساله موجهه للعيبه او كل لعيب من اللي بيمثلوا النادي الاهلي على حده. انا عارف انه بالنسبه للعيب كمان يعني مش بس بالنسبه للجمهور ولا للجهاز الفني ولا لاداره النادي الاهلي لكن كمان بالنسبه للعيبه في حلم كبير جدا ان انا احقق بطوله افريقيا. يعني اي لعيب في سكواد او بيلعب في فريق زي فريق نادي الاهلي وقدامه فرصه ان يحصل على لقب بطوله افريقيا اكيد ده بالنسبه له حلم كبير. في لعيبه او كذا لعيب في النادي الاهلي بعيد بقاله فتره ايا كان السبب يا كابتن اسامه كان مصاب كان بيعمل عمليه كان ايقاف يعني بصرف النظر عن السبب لكنه بعيد قدامه شهر انت تقول له ايه يعني عشان تبقى موجود وتساهم او يكون ليك بصمه او مشاركه في فوز الاهلي ببطوله افريقيا ايه الرساله اللي انت توجهها له النهارده؟ بص اصل هو كل لعيب ليه حاله خاصه فما ما اقدرش في ناس هي اللي مقصره في ناس اتصابت غصب عنها في ناس بعدت لظروف مشكلة معينة فأنا هتكلم على المصاب اللي هو اتصاب غصب عنه ده بنقول له ربنا يشفيك وترجع وتبقى أفضل اللي بعت لمشكلة هو خلقها إدارية أو بعت لأنه هو مقصر في حق نفسه من النواحي الالتزام والنواحي التركيز بتاع لعيب الكرة اللي مفروض اهتمامه الأول أنه لعيب كرة يعني إحنا ربنا جعل يعني جعلنا رزقنا في بما انك انت تبقى لعيب كوره فما شاء الله بتكسب كويس جدا بالذات كمان في النادي الاهلي مجدك كله جاي من انك انت لعيب في النادي الاهلي فهي لازم اهتمامك الاولاني يكون انك انت بتبذل اقصى جهد في اللعبه اللي انت بتلعبها مش حياتك الخارجيه هي اللي تبقى طاغيه على 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 شغلك فطبعا اللي هو مقصر في حق نفسه بنقول له كده واتمنى اي حد فيهم يراجع نفسه اللي بيعمل مشاكل اذا عمل مشاكل يعني خارج الملعب مشاكل اذا كان مشاكل مع زمايله اذا كان مشاكل مع اداريين عنده اذا كان مشاكل مع فريق منافس برضه بقول له نفس الشيء انت لازم تركز. بمناسبه الكلام عن الجهاز الفني يا كابتن اسامه يعني عايزه برضه تقييم من حضرتك شايف ازاي تطور الفريق تحت قياده فايلر شفنا تطور جماعي شفنا تطور لعيبه بعينها وان هو قدر الحقيقه يغير وجهه نظر الجماهير فيه من البدايه لحد النهارده. ما فيش شك طبعا بالذات في المرحله الاولى كان في شكل مستقر للنادي الاهلي جدا بالذات في الدور الاولاني. شفنا تطور كبير اللي كان لأجا إيه لما لعب في مركز راس الحربة شفنا رمضان قبل ما يمشي كان ابتدى يوصل لمرحلة كويسة وبيعرف ابتدى يجيب جوان شفنا وليد سليمان وتأثيره الكبير وبقى من هدافين الأولين في الفرقة شفنا شكل اللعب كان جميل بتلعبي كتلة واحدة بتلعبي يعني فريق ملتزم دفاعيا وملتزم هجوميا يمكن بعد كورونا شويه الامور يعني لاصابات لظروف لعدم يعني ما خدناش فتره اعداد كويسه بعد الكورونا يمكن الاداء شويه انخفض لكن اصابات حصلت لكن بصفه عامه مجمل الموسم يعتبر جيد في الدوري العام وفي جهد كبير مبذول ونتمنى ان النادي الاهلي على البطوله الافريقيه يوصل للحاله الفنيه اللي هو كان عليها قبل التوقف بتاع كورونا يعني لكن في جهد طبعا مبذول واضح من الجهاز الفني والاداريين بشكر حضرتك جدا كابتن اسامه عرابي والف مبروك والف مبروك لحضرتك الله يبارك فيكم ومبروك لجماهير النادي الف مبروك كابتن اسامه عرابي.